الاستهلاك الفني قيادة المنتخب الوطني. خليني أسألك، وفق المعطيات 20 يوم مدرب جديد، مرحلة أخيرة من نهايات المؤهلة لتصفيات كأس العالم، من تصفيات مؤهلة نهاية كأس العالم، كيف تنظرون من الناحية الفنية لهذا الأمر؟ والله بالتأكيد سواء 20 يوم أو أكثر، هي المهمة صعبة جدا. مجرد أنه وسمها تصفيات نهائية هي بالتأكيد راح تلقي على عاتقك مسؤولية كبيرة، لكن مدرب ليه مدرب جديد ما يعرف شيء بعد عن لاعبينا، عن كرتنا، بيئتنا العراقية. الوقت قصير جدا، لحد الآن بعدنا موجودين في بغداد، الفرق قاعد تعد وتستعد لهاي التصفيات، فأعتقد هي بالتأكيد راح تكون صعبة. لكن ما تعلمنا عليه في كرة القدم، ما نشوفها من خلال العالم، أنه في كرة القدم ماكو شيء مستحيل. أنت اعمل كل ما تقدر عليه، اخلص في عملك، وبالنتيجة هي راح يكون توفيق من رب العالمين. فريقنا عند الفرصة، عند الوقت أنه إن شاء الله يحقق هذا الحلم، بالتأكيد وحلم كل جماهيرنا وكل العراقيين، أن حقوق بالتأهل مثل ما الفرق الباقية لها حقوق بالتأهل، فإن شاء الله يكون تأهل من نصيبنا. بعض أشكال على اسم أحمد جاسم ضمن الملاك الفني وعلى استدعاء بعض الحراس، ما ردك عليه؟ والله يعني مدرب جديد شاب داخذ فرصتي، فإن شاء الله أكون على حسن الظن. اللي أكثر استحقاق واللي درب منتخبات وفاز ببطولات أكيد هو باستحقاق، كان ناخذ فرصتنا احنا همنا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد طبعا انا سعيد بتواجد اللاعبين في بغداد معسكر تدريبي. في المرحله القادمه مهمه، واكيد كل اللاعبين عازمين على تحقيق نتائج ايجابيه. اكيد عندنا معسكرين او ثلاثه ان شاء الله نستعد استعداد جيد للمرحله القادمه. المرحله القادمه صعبه، لكن ماكو شيء صعب على سيد الرافدين، وان شاء الله نحقق نتائج ايجابيه ترضي الجميع ان شاء الله. والله كل اللاعبين يستحقون ان يمثلون المنتخب الوطني. تبقى هاي الخيارات خيارات مدرب صح جديد على مستوى عالي، اللاعبين هم على مستوى عالي كلهم. اي واحد يمثل المنتخب الوطني العراقي اكيد لاعب ممتاز وعنده خبره. تبقى هاي خيارات المدرب. احنا نطمح كلاعبين وكمدرب ان نقدم كل ما عندنا في خدمه هذا البلد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اول وحده تدريبيه، اعتقد من الان بدا العد التنازلي، بدا العمل الصحيح ان شاء الله. عندنا معسكر غدا ان شاء الله في اسبانيا، نتمنى ان نستفاد مع المدرب الجديد، نستفاد يعني من كل النواحي. هو يعني هذا المعسكر والمعسكر القادم هي الفرصه الاخيره بالنسبه يعني لاعداد المنتخب. ان شاء الله نتوفق في هذه المباريات في هذا الاعداد، لان تنتظرنا مباريات صعبه اصعب من السابق، وان شاء الله اللاعبين يعرفون وداركين اهميه هذه المباريات. طبعا الرغبه كبيره عند جميع اللاعبين، لان يدركون حجم هذه المباريات الاخيره من تصفيات كاس الحال من تصفيات كاس العالم. الكل يعني عند معرفه وعندنا ادراك بانه هذه المباراه ستكون مصيريه بالنسبه لنا، وان شاء الله اعتقد اللاعبين يعني قد هذه المسؤوليه. حبيبي كابتن، خلينا نحكيها بالعاميه، العيون عليكم، المرحله الاهم مع مدرب جديد واجنبي، حدثني انتم كلاعبين المنتخب الوطني كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟ اكيد مسؤوليه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه احنا نشكر السيد كتنتش على كل ما قدمه للمنتخب الوطني، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. تعرف اليوم نخوض اول وحده تدريبيه، جميع اللاعبين حاضرين، فقط ننتظر المدرب حتى يضع النقاط على الحروف. بكره او بعد بكره عندنا معسكر تدريبي باسبانيا، تخلي له مباراه تجريبيه وديه. ان شاء الله احنا يعني ننشد الى الهدف الموصول، هو الوصول الى كاس العالم. الله يسلمك. الانباء العراقيه، هناك لغط كبير في الشارع الرياضي العراقي على الاسماء المستدعات، كيف اعتمدتم قائمه النهائيه؟ هذه يعني ما يحتاج لها لغط، انه احنا تم ارسال 35 لاعب الى المدرب
والمدرب ايضا استعان بعدد من الافلام الاخيره للمنتخب الوطني، لذلك هو تم اختيار 24 اسم ودسم بالاضافه الى ايمن حسين وبشار رسين، صار العدد 26 لاعب. ومع ذلك احنا قلنا له ان هناك عدد من اللاعبين اللي ممكن انه ينضافون، قال انا احب اركز على مباراه كوريا، لانه كل ما راح يكون العدد كبير كل ما راح يكون عندي التركيز، لذلك انا اهتم بالعدد القليل اللي لعبوا بالمباريات السابقه مع المنتخب الوطني حتى تكون تركيز لمباراه كوريا، وان شاء الله بالمباريات القادمه راح يركز على الجميع. هل هناك مباريات دوليه ستكون وديه مع التحضير للتصفيات؟ والله لحد الان رسميا ماكو. خليني اسالك كابتن موضوع المغتربين، جميع يطالب بالمغتربين، اكو تغيير ما بعد كتنج خاص بالمغتربين؟ مغتربين ومن اللاعبين العراقيين، اي لاعب مغترب مهيئ انه يكون مع المنتخب الوطني يتواجد، الان عندنا مجموعه من اللاعبين يعني تم عرضهم على المدرب وايضا تم الاتصال بهم، قسم اعتذروا بسبب انه الان مشغلين بالدوريات مالتهم، وقسم لا غير جاهزين بدنيا، لكن ان شاء الله بالمباريات الرسميه راح يتواجد ويانا اللاعبين اللي نعرفهم واللي يعني واحد ممكن يشوفهم المدرب بشكل حقيقي. اللي كان عليهم اشكال التاهل اشكال؟ ماكو اشكال، هو ماكو اشكال، وانما اي لاعب يعني موجود مع المنتخب الوطني. سؤال اخير، بعد تركيا ممكن اكو المنتخب يتواجد بشرق اسيا؟ اكيد، حتى تكون انت مهيئ الى كوريا. وين راح تكون؟ بعد والله هذا يعتمد على اللجنه التطبيعيه باقامه مباراه قريبه من كوريا. شكرا.